محطات بنزين مسكرة ومحطات تانية عم تشهد ازدحام مش طبيعي. مشهد صار شبه طبيعي بيومية المواطن اللبناني. فأزمة المحروقات اللي بتطل براسها كل فترة بلشت ملامحها ترتسم هالمرة ابتداء من نص الأسبوع الحالي، ونحكى كتير عن احتكار البنزين والمازوت من قبل بعض الشركات وعن تأخر بفتح الاعتمادات. فشو القصة ومين المسؤول عن هالمشهد؟ بيقول أصحاب الشركات والموزعين أنه سبب الأزمة الحالية هو التأخير المتعمد من قبل المصارف ومصرف لبنان بفتح الاعتمادات اللازمة للاستيراد. أما الاتهامات باحتكار المحروقات لتهريبها أو بيعها بالسوق السوداء، خاصة مادة المازوت، فهي مش صحيحة أبدا بحسب ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة. الموضوع قديم جديد اللي صايب قطاع النفط ككل وشركات المستوردة هو موضوع فتح الاعتمادات. نحن منحب نأكد كموزعي للمحروقات، تأكدنا من هذا الموضوع. الشركات اللي عندها بضاعة مشكورة عم بتسلم، في منهم شركة كرال وليكفيكاز اليوم الأحد فاتحين وعم بيسلموا محطاتهم. بس نحن المشكلة وين؟ المشكلة اليوم في كذلك الأمر شركات كبيرة بالبلد ما قدروا بعد فتحوا الاعتمادات للبواخر. هلا في بخرتين موجودين على الشاطئ، منهم باخري للتوتال يوني تيرمينال اي بي تي، وفي باخري تاني للميتكو واقفين. هول البواخر ما قدروا فرغوا غير ما مضى فتح الاعتمادات. الاعتماد هو عبر المصارف الموجودين، الأموال بالمصارف باللبناني بعد ما تحولوا لدولار للوكيل. هيدي المشكلة وما نوقف بخيل أصبعنا. المواطن اللبناني ما ذنبه يتحمل مشاكل تأخير، مشاكل التقصير من بعض المسؤولين بالمصارف. خلاص خلينا نحكيها بكل صراحة. بيقول أصحاب شركات الاستيراد أنهم أودعوا بالمصارف 90% من قيمة الاعتمادات بالليرة و10% بالدولار وناطرين الموافقة، والمصارف ناطرة تستلم من مصرف لبنان المبلغ كامل بالدولار لتحويله للوكيل، وساعتها بتبلش البواخر اللي صارت موجودة بلبنان بتفريغ حمولتها. لكن بالمقابل في رواية تانية عند أصحاب المحطات اللي بتأكد مصادرهم لتلفزيون نشرة أنه كان عم بصير في عمليات احتكار وتهريب لمادة المازوت من مصافي طرابلس والزهران لسوريا بالاتفاق بين بعض الشركات والموزعين. ولما القوى الأمنية تحركت لضبط عمليات التهريب بطلب من الحكومة، قامت الشركة بتأخير فتح اعتمادات المصارف بشكل مقصود لتخلق نوع من الضغط على الدولة، وتحججت بالمصارف وبالمركزة. بالمحصلة طاست المحروقات ضايعة بين الشركات والموزعين وأصحاب المحطات والقطاع المصرفي. أما التبعات فمثل العادة بتطلع برأس المواطن اللي بيوقف ساعات على محطات المحروقات بانتظار دوره. وبخصوص الحل، فبالنسبة للأزمة الحالية حتنحل بكرة مبدئيا، لكن شو مصير قطاع المحروقات بالمستقبل؟ وهل حتعتمد آلية واضحة وشفافة للاستيراد والتوزيع لتفادي هالمشكلة بعدين؟ نادر عز الدين، تلفزيون نشرة.